السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: بالحجارة والأحذية يستقبل وزير المالية في محافظة البصرة، وبالحجارة والأحذية يودع. في عنواننا الثاني: الواقع التعليمي في العراق منهار على كافة الصعد، والمدارس الطينية تهدد حياة الطلبة مع حلول فصل الشتاء. لدينا أيضا: البطالة في العراق بتزايد مستمر، والدرجات الوظيفية تذهب لذوي المحسوبية ولأبناء المسؤولين. وأيضا ضمن عناويننا: مستشفى اليرموك في بغداد تمر بحالة يرثى لها، ومعاناة مستمرة للمرضى. أهلا بكم. اقتحم متظاهرو البصرة فندق الشيراتون في المحافظة أثناء زيارة وزير المالية وإلقائه كلمة. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام ردة فعل وزير المالية بعد اقتحام المتظاهرين للفندق، وطبعا أثناء إلقائه الكلمة مع محافظ البصرة. العراق الاقتصادية وأي شلل في البصرة يؤدي إلى شلل واضح في النظام الاقتصادي في العراق والسياسي. نحن سعداء أن نكون هنا في البصرة. أهلا وسهلا بأهل البصرة وشكرا جزيلا. هناك بعض الأخوة المتظاهرين حتما لديهم بعض المطالب، وحتما سوف نأخذ هذه المطالب أيضا معنا. شكرا جزيلا. هكذا يتم التعامل مع المسؤول في العراق، وإن كان جديدا ربما في تسلم هذا المنصب، وإن كان قادما من حكومة جديدة، لكن يبقى المسؤول مسؤول في العراق. المسؤول هو رمز الفساد الموجود الآن في العراق، رمز الخراب، رمز القتل والتشريد والتدمير. هكذا ينظر المجتمع العراقي إلى المسؤول. دعونا نشاهد المتظاهرين وهم يرشقون موكب وزير المالية بالحجارة والأحذية أجلكم الله أثناء زيارته لمدينة البصرة وأثناء مغادرته. طبعا متظاهرو البصرة كما لاحظتم في هذا المقطع، وسنعرض الآن مقطعا آخر، يرتدون سترات الصفر على غرار ما يحدث في فرنسا من احتجاجات، لكن شتان ما بين احتجاجات في فرنسا بسبب طبعا رفع أسعار الوقود، وما بين احتجاجات في البصرة بسبب دمار بلد. دعونا نشاهد. ونتابع أيضا القوات الحكومية وهي تعتدي على المتظاهرين وتصيب اثنين منهم بعد دهسهم طبعا بعجلات موكب حماية وزير المالية. دعونا نشاهد. هؤلاء اللي يحتجون على المتظاهرين، السلميين، هذا اللي يحتجون على المتظاهرين السلميين. هذا
هذول يحتجون على المتظاهرين. تعال عمار الدعام. عمار. هاي سقط واحد من المتظاهرين. سقط احد المتظاهرين. طبعا هذا يثبت لنا مشاهدينا الكرام ويثبت لحضراتكم أكيد أن المسؤول أجلكم الله لا يقبل بالإهانة عندما يتعرض لها في العراق، غير مسموح، لا يبيت أحيانا هذه الإهانة أو الاعتداء عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، فيقوم بالتصرف بطريقته المعتادة. هذه طرق المسؤول. طبعا هناك طرق أكثر بشاعة وأكثر قسوة بالتعامل مع من يقوم بالاعتداء لفظيا، جسديا، معنويا. طبعا لم تحدث جسديا، ولكن الاعتداءات التي تطال المسؤول إن كانت بلفظ لم يقبله، إن كانت بصراحة جرحته بشكل أو بآخر أو أحرجته أمام وسائل الإعلام، ينتقم بطريقته الخاصة. طبعا الفكرة في العراق الآن بعد أن دمر هذا البلد منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، ودخلت الميليشيات ودخل السلاح وأصبح رخيصا يباع على الأرصفة، بدأ طبعا موضوع العشائر والنزاعات العشائرية والخلافات. دعونا نعرض لحضراتكم خلاف بين عشيرتين أدى إلى ما يعرف يعني داخليا بالدقة العشائرية. هي عبارة طبعا عن حمل السلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي وعلى منزل الشخص المستهدف. رصاص هذه الدقة العشائرية التي حدثت وصلت إلى ثانوية آل الرسول في منطقة عواشة بمركز محافظة ميسان. ونتابع أيضا بما أنه دخلنا بموضوع المدارس، دعونا نعرض لحضراتكم مدارس العراق، حال يرثى له أمام أو إما مدارس طينية أو كربانية. طبعا هذا النموذج الذي ستشاهدون لإحدى المدارس في جنوب العراق. الرحمن الرحيم. إلى أصحاب المروءة والشهامة، أخوان أيسنا من الحكومة والله العظيم. شوفوا هاي المدرسة من 2005 ولحد الآن طين طين. هاي القاع صارت لها صار لها مليار سنة طين، وهسه احنا بالطين. هاي الطلاب خطيئة، ما شراب ماكو، مرافقات ماكو. هاي الصفوف كل سنة نطيح ونطيح ونبنيها، والعكسة ما اكلتها باو. دول الطلاب خطيئة، وهاي الصفوف والله العظيم كأنما جحور جحور، مو صفوف مدرسة، جحور جحور. هذا الصف السادس باوي، هاي قطعة الصف السادس، وهذا اللي صار يدرس. الله وكيلكم بقبر. شو تشوفوا من الطلاب؟ ذول الطلاب قبر، الله وكيلك. هذا الصف الخامس، هذا الصف الخامس، وذن بنياتنا. ذن بنياتنا. شو اسمك ابوي انتي؟ شي ما بيصف يا مدرسة عافية. وهذا صف الرابع طين، الله وكيلكم قبر. وين اصحاب المروءة والنخوة؟ اخوان هاي المرافق مالتنا، هاي المرافق مالتنا شوفوها، الله وكيلكم. حتى الحيوان ما يتدنيمها، حتى الحيوان ما يتدنيمها. هاي حتى الحيوان ماي تيزاب، شاهد الله الماي تيزاب تيزاب. هاي طلاب احنا نشتري لهم ماي، والله هذا التانكي مال ماي احنا اشتريناه، لا عندنا مكان نقعد فيه. بعد شلون يصير احترام للمعلم وتقدير؟ من اي ناحية يقدرون المعلم ويحترمونه؟ هذا الماي نشتري ترامز على حسابنا، حاوي احنا اشتريناها. هاي السيارة وروح نرجع بيها كروتة 30 زين. وهاي المدرسة، هاي الإدارة عود مقدرين، نحن الإدارة هاي بنوها للقرية على حسابهم.
هاي الإدارة وهاي وضعية المدرسة وبكيفكم بعد لله في الله سووها. يلا في طبعا مشاهدينا الكرام، مع قدوم فصل الشتاء في العراق طبعا وهذه الموجة الكبيرة من الأمطار التي ضربت البلد، نتابع غرق مدرسة بناحية الدير بمحافظة البصرة طبعا بمياه الأمطار بسبب انعدام شبكة الصرف الصحي. على قصد جنابه طائفة اليوم ليش ماكو مجال حجيه. وبما أنه نحن نتحدث الآن عن التعليم في العراق والخريجين وهؤلاء شباب المستقبل طبعاً الذين يجب أن يمثلوا هذا البلد، دعونا نشاهد نقاش داخل مجلس محافظة ذي قار، اتهام لرئيس لجنة مكافحة الفساد وعضو المجلس هدية الخيقاني بتعيين 2 من أبنائها بالدرجات الوظيفية. دعونا نشاهد. نفس التعيينات بأمر إداري ابنها وبنتها دليل هنا الأخبار طائفة. أول أخبار في البرنامج الإلكتروني المتبع بالبلد شخص صالح من صاحبه أو لجنة النزاهة هذا البرنامج خطأ من حسنا فرد 12 بالليل وأسماء تطلع 12 بالليل. شنو المبرر؟ وين القانون اللي استدوله 12 بالليل بدون أي رقابة؟ ليش؟ أكثر من أسبوع أنا أجبته يومية تجربة، ليش تنزلونها ب 12 بالليل ليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة والمحافظ كان موجود ممكن يقولون ويش؟ عن هذا مو حكي. ظهور عوائل الواويل وآلة الدين الكرام عوائل ليش؟ لأنه هاي شنو هذول؟ هذول الخايب هذول لأنه هم مش مستقبلهم مثلا. أسماء تطلع يعني اسماء وجبات تطلع وجبات تتاخر لحد اليوم وجبات تتاخر ليش؟ هو قبل الكورونا. الروابط المعمول بها لو لا وانا امام الاعلام وامام الملك وامام مجلس المحافظه اقدم احصائي من لجنه النزاهه ومن عضويتي في مجلس المحافظه اذا ارتكبت خطا واحد مني. وانا لدي اولاد وليس لدي اي بنت في سوى 6 اولاد. انا اليوم اطالب استاذ رجاء وأطلب أمام جلسة مجلس المحافظة بإقامة دعوة على مع أنه الشخص لم يذكر اسمها لكنها امتعضت واشتاطت غضبا لأنه شعرت ربما أن هذا الموضوع يمسها. وهناك أمثلة كثيرة تطال هذه الحالة. عموما خريجة معدلها 99 ومن الأوائل، لم يقبل اسمها ضمن تعيينات تربية ذي قار والسبب عدم وجود الواسطة. ما احزابكم تنفذون امير المؤمنين تسون الاوائل. شنو اللي نبهم ذول الاوائل؟ وهذو ذول عاقه. هنا ذول عاقه طبعا ولا اسم صفر نسبتهم 5% ذول عاقه ولا واحد. البنيه من الاصلاح وما ماجستير من البطحه وشهاده عليا ودكتوره ماجستير. اسمع عم اسمع انقلها نقلوها لان اللي يشوفون اسمع اعضاء مجلس المحافظه المحافظ تقبل بنتك هيك شيء؟ لو هذه حبربشيه واعضاء مجلس محافظه الحبربشيه كلهم صحتوا مع انتم بس هاي ذمتكم ومشكوله ذمتكم. بيت مايه خريجين ما يتعين. من التعليم ومن الواقع المأساوي للتعيينات وللخريجين في العراق ننتقل الى الواقع الصحي. مستشفى اليرموك مكان قذر تمارس فيه ابشع الجرائم بحق المريض العراقي، هكذا وصف مستشفى اليرموك من قبل العراقيين. دعونا نتابع المقطع الآن وبعد ذلك صور مرفقة له من ردهة المرضى في المستشفى. دعونا في البداية نشاهد حديث هذه المواطنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات للجميع. اليوم صارت عندنا حالة مرضية بالبيت، اضطريت ارجع من الدوام، اتوجه مباشرة المستشفى اليرموك بحسب تعليمات الطبيب اللي حول اختي للمستشفى. دخلت للمستشفى كرهت الساعة اللي صرت بيها عراقية، واللي صرت بيها بهذا البلد، واللي خلانا تحت رحمة مسؤولين فاشلين. مستشفى لا يصلح ان يكون حظيرة للحيوانات اجلكم الله، وليس للبشر، وكلامي بالادلة راح ارفق لكم الصور. عدا هذا تدخل رتهة الطوارئ، المرضى كلهم واقفين حتى اللي ما يقدر يوقف، ابره ما يضربوك، مغذي ما يشدولك. زين، التقيت باحد المعينين يقول اخذوا قسم الجراحه استثمار حتى يرمموه او يعيدوه، يجبروننا اجبار نكون عمال، نشتغل عماله، ما يعجبك الوضع تطلع. فيا وزير الصحه، اي مسؤول، مدير صحه بغداد الكرخ، روح شوف المستشفى، المستشفى حالته فعلا يرثى لها، جريمه بحق المرضى وحق العراقيين. دعونا نشاهد الصور من ردهة المرضى في وحدة العصبية في قسم الباطنية، وملاحظة هناك صور من داخل غرف المرضى وأخرى من حماماتهم. دعونا نشاهد كما تلاحظون مشاهدينا الكرام. إذن الصور ستأتي تباعا طبعا لتعرض المأساة التي يعاني منها المريض العراقي في معظم المستشفيات في العراق. طبعا الموضوع لا يقتصر فقط على مستشفى اليرموك، الواقع الصحي في العراق هو واقع منهار تماما، وتابعنا الفساد والمحسوبية وما إلى ذلك من هذه الأمور التي حدثت في عهد عديل أحمود وزيرة الصحة. طبعا من وفاة لأطفال حديثي الولادة، من وفاة لمرضى كثر بسبب غياب الأجهزة والتجهيزات الطبية، والصفقات الفاسدة التي عقدت بعهد هذه الوزيرة، وكثير من هذه القصص الأخرى المأساوية التي حدثت في العراق. طبعا إبان هذه الحقبة التي تسلمت فيها عديل أحمود وزارة الصحة، وكذلك حقب قبلها من مأساة كثيرة تعرض لها الواقع الصحي في العراق. نراكم بعد قليل. في فقرة آراءكم طبعا نتحدث عن موضوع مهم للغاية، موضوع يمس أساس هذا البلد، الأجيال القادمة. المناهج الدراسية في العراق تطبع وتغير كل عام. وزارة التربية بعد طباعة مناهج الرياضيات أو منهج الرياضيات للصف الثالث المتوسط حددت وأمرت بمعالجة الأخطاء من جديد بعد أن وزعت الكتب على الطلبة، ليتم طبعا طبعا من جديد. لكن كيف لوزارة يعتمد على دقتها أو يعتمد على دقتها أجيال أن ترتكب أخطاء من شأنها بناء جيل ضعيف علميا؟ دعونا نشاهد المخاطبات والبيانات إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا أقليم كردستان. تحية طيبة، نرفق لكم الملاحظات الخاصة بكتاب الرياضيات الصف الثالث. هذه هي الملاحظات، طبعا هذه هي الأخطاء الواردة في منهج الرياضيات للثالث المتوسط. سأترك التعليق للمشاهدين طبعا وللمتفاعلين على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الذين نشطوا على هذا الموضوع. دعونا نشاهد. سيف يقول: أخطاء متعمدة لاستلام عقود لطباعة نسخ جديدة للسنة المقبلة وهكذا. في تعليق آخر لدينا حسين يقول: ترى الشهر الثاني وامتحانات صارت وراح تتقيم الطلاب على هذا الأساس، ووزارة التربية تكتشف غلط بالطبعة ورا شهرين بنيت على أساسها معلومات في ذهن هذا الطالب. في تعليق آخر زهراء تقول: وين التنقيح وشلون ينطبع كل الكمية هاي وتتوزع بدون ما تنفتح، والسنة اللي تجي ينزلون طبعة جديدة وفلوس الطبع بيناتهم. ولدينا أيضا ضمن التعليقات علي البياتي يقول: كلها أخطاء متعمدة، الغاية منها إتلاف الكتب المطبوعة بحجة أنها تحتوي على أخطاء وطباعة كتب جديدة، مما يدر الكثير من المال في جيوب الفاسدين. وأيضا من ضمن التعليقات مريم تقول: هو بس رياضيات كل مناهج بها أخطاء، أنت شايف إنجليزي صف ثالث متوسط بأخطاء إملائية. وفي آخر التعليقات لدينا بهذا الصدد كوثر القيسي تقول: لعبة على مود المطابع تشتغل، أشو ما سمعنا فد يوم بتاريخ العراق التعليمي إنه أكو هيجي كوارث تعليمية.
هذا حدث في زمن بعد الاحتلال. هذه الحكومات التي جاءت بهذه الأفكار وبهذه الخطط لتدمير أجيال الأجيال القادمة، لكي تدمر، لكي يبنى جيل هش أو أجيال هشة لا تخدم هذا المجتمع، لا تخدم هذا البلد، لن تحدث تغييرا لحياتها ولمستقبلها ولمستقبل عوائلها. أجيال، عذرا للكلمة، لكن أجيال متخلفة، أجيال تقاد كالأغنام، هكذا شبهها طبعا كثير من العراقيين، خوفا طبعا من المستقبل المظلم الذي يراه البعض، خاصة في ظل هذه الحكومات التي جاءت التي قادت العراق إلى هذه الأنفاق المظلمة. نراكم بعد قليل. مصيبة أخرى نعرضها لحضراتكم، التجنيد الإلزامي، موضوع فتح منذ فترة، طبعا هو كان قد طرح سابقا لكن أعيد فتحه من جديد. نحن نذكر فقط قبل أن نعرض التغريدات، نذكر فقط أن المشكلة أو من مشاكل العراق التي دمرت هذا البلد والتي جاء بها الاحتلال هي بناء جيش عقائدي، بناء جيش طائفي، بناء جيش يتبع نظام المحاصصة والتحزب والخندق وما إلى ذلك. وإدخال مفهوم التجنيد الإلزامي إلى العراق في ظل تأسيس جيش طائفي أو جيش مؤسس طائفيا سيبني أيضا مستقبلا هذه التحزبات وهذه الطائفية من جديد. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على تويتر بهذا الصدد. الأستاذ منذر النفاخ يقول إنه باب لشرعنة الفساد تحت غطاء البدل النقدي سيء الصيت والذي يذهب لجيوب الفاسدين من الضباط. في تغريدة أخرى لدينا أيضا محمد يقول أوكي ما عندي مشكلة أخدم الوطن، بس بشرط ابن المالكي وعلاوي والعامري والنجيفي وبقية الشلة من الطبقة السياسية يخدمون ويانا. ولدينا أيضا أمير يقول لماذا التجنيد العسكري الإلزامي في العراق لا يتحول إلى تجنيد مدني وأستثمر الطاقات الشبابية في الإعمار؟ خطة جيدة على سبيل المثال. وإبراهيم الرفاعي يقول العراق بحاجة إلى تعليم إلزامي وإلى بناء إلزامي وإلى المواطنة الإلزامية، أما التجنيد الإلزامي فهو هدر للوقت والمال والجهد. إذن هكذا يراه بعض العراقيين. طبعا نحن نأتي دائما بفئة قليلة فقط من المغردين على الهاشتاغات التي تنتشر على تويتر، طبعا لضيق الوقت وكذلك للمساحة، لكن هذه عينة بسيطة ممن رفضوا هذه الفكرة ورفضوا أن يركز أو يسلط الضوء على أمور مثل التجنيد الإلزامي وتهمل للقضايا الأساسية التي يعاني منها المواطن، خدمات وبطالة وإعمار وصحة ومعتقلات ومعتقلين والسجون وما إلى ذلك من هذه الكوارث التي تحل على العراقيين يوميا. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.